مرحباً يا أصدقاء، هذا ديدي وأنا نور الحكيم. هل أنتم مستعدون؟ مغامرات نور، مغامرات نور، مغامرات نور. هيا نتحرك جميعاً مع نور. تمنحنا للطاقة حين تتحركون معي. سنعطيك الطاقة يا نور. سوار الطاقة يشع عندما تتحركون. نور نور نور، مغامرات نور. قد نواجه صعوبات نحتاج للمساعدة. أتحرك عندما تتحركون. وبفضلكم سوف نتغلب على الصعوبات. أحتاج إلى الطاقة التي تمدونني بها. مغامرات نور، مغامرات نور، مغامرات نور. هيا نتحرك جميعا مع نور. طاقة نور القصوى. التوازن. أصدقائي، لحسن الحظ أنكم هنا. انظروا، لقد وضع أحد ما هذه الأشياء في كومة فوق بعضها. وهذه الأشياء. أوه يا خبر، يبدو أن أحدا يريد أن يوازن بين الأشياء كي لا تسقط على الأرض. هذا أمر عجيب. من يريد أن يوازن بين أشيائنا؟ شخص واحد يمكنه مساعدتنا. الحكيم. نعم، ساعدوني في العثور عليه. هل ستساعدونني؟ ستفعلون؟ أشكركم كثيراً. علينا أن نتحرك كثيراً لننجح في هذا. لنذهب إلى منطقة النور. منطقة نور. هيا يا أصدقاء، افسحوا مكاناً أمامكم تتحركون فيه. أبعدوا اللعبة من الطريق حتى تبدأ مغامرة اليوم. أفسحوا المكان في المنطقة. هكذا. نعم، نحن مستعدون لاستدعاء الحكيم. قفوا في منتصف منطقة نور. أشيروا بإصبعكم في الهواء. هكذا. حركوه على شكل دائرة. واصلوا اللف. لف لف لف. تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي، ويشع صور الطاقة أيضاً عندما تتحركون. هيا يا رفاق، ستنجحون. أشعر بطاقتكم. والآن الآخر. لف لف لف. سيأتي الحكيم الآن. طاقة نور القصوى. الحكيم. نعم، نجحنا يا أصدقائي. لقد جاء الحكيم. مرحبا ديدي ونور، ماذا يجري هنا؟ حسنا أيها الحكيم، كنا نأمل أن تخبرنا أنت. لا تخبروني، لا تخبروني. أحدهم يوازن بين الأشياء كلها هنا. كيف عرف هذا؟ بالحكمة طبعا. أتعرف من الذي يوازن بين الأشياء؟ ترى من هو؟ فلنرى. أها، كما توقعت، إنه وحش التوازن. وحش التوازن؟ من هو؟ يوازن وحش التوازن بين الأشياء بشكل عجيب. هكذا يحب أن يقضي وقته الثمين. يوازن بين الأشياء كي يتسلى، كي يرى ماذا سيكون شكلها. أتعني أن وحش التوازن يحاول أن يوازن بين كل الأشياء التي في العالم؟ أخشى هذا يا نور. ستتمايل الأشياء وتتأرجح. هناك حل لهذه المشكلة. سنبحث عن وحش التوازن ونمنعه من أن يوازن بين جميع الأشياء التي في العالم. للعثور على وحش التوازن، عليكم الدخول إلى غرفة الأبواب. إلى غرفة الأبواب؟ هناك ثلاثة أبواب لا أكثر. ستعثرون على ما تريدون خلف الباب الثالث. انظروا. إنه وحش التوازن.
ابحثوا عن الأبواب الثلاثة وستعثرون على وحش التوازن. أشكرك يا حكيم. لا شكر على واجب. الآن من الأفضل أن تذهبي أنت وأصدقائك. سنبحث عن ثلاثة أبواب. علينا أن نجري الآن ليظهر لنا الباب الأول. هل أنتم في منطقة نور؟ رائع! عندما أعد حتى ثلاثة، اجروا معي. واحد، اثنان، ثلاثة، جري! غرفة الأبواب. هيا يا أصدقاء، اجروا بسرعة أو ببطء، لكن ساعدوني. هيا هيا، يمكنكم السير أو المشي، لكن لا تتوقفوا. انخفض مستوى الطاقة. اجروا معي يا أصدقائي، تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي، ويشع صور الطاقة أيضاً عندما تتحركون. اجروا جميعاً، سيظهر الباب الأول. طاقة نور القصوى. اجروا يا أصدقاء. الباب. نجحنا يا أصدقائي، لقد ظهر الباب الأول. انظري، ما هذا؟ هذا جاموس بملابس الرياضة. أتشوق لرؤية هذا. موصد، نحتاج إلى المفتاح. مفتاح طائر؟ هل تعرفون كيف يمكننا التقاطه؟ هل ساعدتموني؟ هذا أمر رائع. قفوا مستقيمين، كأنكم بطول الزرافة على أطراف الأصابع. تمددوا، تمددوا معي لنمسك بالمفتاح. تمددوا عليا، مدوا أيديكم. اقفزوا. أمسكنا بالمفتاح. أحسنتم يا أصدقائي. لندخل من باب الجاموس. هيا بنا. جاموس متوازن. واو! تصحيح، جاموس غير متوازن. لا وقت لمشاهدة عرض الحركات، يجب أن نواصل الطريق. هل ترون الباب الثاني في أي مكان؟ انظري، ها هو هناك على الجانب الآخر. هيا يا أصدقائي، هذا الأمر سهل جدا. واو، جاموس قافز. كيف سنصل إلى الباب وهذه الحيوانات غير المتوازنة أمامنا؟ هذا تدريب الجاموس على عارضة التوازن. يحاول الجاموس التوازن فوق العارضة، لكن الأمر أصعب مما يبدو. يقع الجاموس باستمرار، إذا لا تقف في طريقهم. خذوا خطوات صغيرة فوق العارضة كي تصلوا إلى الباب. نأخذ خطوات صغيرة على العارضة كي نبتعد عن طريق الجاموس؟ كيف هذا؟ لأخذ خطوات صغيرة على عارضة التوازن، اختاروا حركة من الحركات. الحركات! أصدقائي، ساعدوني في اختيار إحدى الحركات. أي حيوان يمكننا أن نقلد كي نأخذ خطوات صغيرة فوق عارضة التوازن؟ الكنغر القافز، الفيل ثقيل الخطوات، البطريق المتهادي. البطريق المتهادي؟ أحسنتم! هيا يا أصدقائي، لكي نصل إلى الباب الثاني علينا أن نتهادى. هكذا، 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 مثل البطريق. راقبوني يا أصدقاء.
الجديد بطريق رائع. لنتهادى مثل البطريق. ما زلتم في منطقة نور؟ هذا رائع. عندما أقول ثلاثة تهادوا معي. واحد، اثنان، ثلاثة، تهادوا. الأذرع إلى الجانبين والأرجل معا. نخطو خطوات صغيرة مثل البطاريق. خطوات صغيرة يا أصدقاء فوق عارضة التوازن. يجب أن نكون هادئين كي نتمكن من التوازن. إذا رأيت الجاموس يتأرجح اذهب في الاتجاه الآخر. هيا يا بطريق. أحتاج إلى الطاقة. تهادوا معي يا أصدقائي. تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي. ويشع صور الطاقة عندما تتحركون. خطوات صغيرة يا بطريق، لا تثنوا أرجلكم. هيا يا بطريق، تهادوا معي. هيا بنا. نعم، أنتم تساعدونني. أشعر بطاقتكم. طاقة نور القصوى. أحسنت التهادي يا ديدي. واصلوا التهادي يا بطريق. استمروا يا أصدقاء. أوشكنا على الوصول إلى الباب. نعم، نجحنا يا أصدقاء. اجتزنا عارضة توازن حيوانات الجاموس. نجحنا يا أصدقاء بفضلكم. وقت رقصة نور، هيا ارقصوا لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا. هيا يا أصدقائي. هذا رقص رائع يا أصدقاء. الباب الثاني. انظري، قطة على دراجة أحادية. لابد أنه عرض توازن القطط. أتشوق لرؤية هذا. موصد. نحتاج إلى مفتاح آخر. هل ساعدتموني؟ هذا رائع. قفوا مستقيمين كأنكم شجرة على أطراف الأصابع. تمددوا. تمددوا معي يا أصدقائي. تمددوا معي ومدوا أيديكم. اقفزوا. نعم، ها هو. أشكركم يا أصدقاء. لندخل من باب عرض توازن القطط. من هنا. واو، يا له من مكان رائع. لكن لا أرى قطط. هيا يا ديدي، لا وقت لمشاهدة العرض. يجب أن نواصل الطريق. هل ترون الباب الثالث يا أصدقاء؟ انظري، ها هو هناك. إنه ليس بعيداً. هيا يا أصدقاء، يبدو هذا الأمر سهلاً. واو، افسحي الطريق يا قطط. لماذا لا تسمح لنا القطط بالمرور؟ هذا عرض توازن القطط. تحب القطط تقديم العرض، لكن عرضها سيمنعكم من مواصلة الطريق. لن توقف القطط العرض، وإلا ستسقط الأطباق. عليكم التحرك بسرعة حول القطط كي تصلوا إلى الباب. نتحرك بسرعة حول عرض توازن القطط؟ كيف نفعل هذا؟
للتحرك بسرعة حول عرض توازن القطط، اختاروا حركة من الحركات. الحركات! أصدقائي، ساعدوني في اختيار إحدى الحركات. أي حيوان يمكننا أن نقلد كي نتحرك بسرعة حول عرض توازن القطط؟ القرد المتسلق، الحصان السريع، الصرصور الزاحف. الحصان السريع؟ أحسنتم! هيا يا أصدقائي، لكي نجتاز عرض توازن القطط علينا أن نعدو هكذا هكذا مثل الحصان. انظروا إلي أعدو. ديدي يشبه الحصان، لنعدو بسرعة مثل الحصان. هل ما زلتم في منطقة نور؟ هذا رائع. عندما أقول ثلاثة اجروا معي. واحد، اثنان، ثلاثة، جري. هيا يا أصدقائي، واصلوا الجري، ارفعوا ركبكم واقفزوا، واصلوا الجري مثل الحصان. هذا ممتع. واصلوا الجري يا أصدقاء، هيا نعدو ونجتاز القطط. هيا نعدو مثل الحصان السريع. وصلوا العدو. أحتاج إلى الطاقة، اقعدوا معي يا أصدقائي. تمنحونني الطاقة حين تتحركون معي، تجعلون سوار الطاقة يشع عندما تتحركون. واصلوا العدو يا أصدقاء كي نصل إلى الباب. نعم، أنتم تساعدونني، أشعر الآن بطاقتكم. طاقة نور القصوى! لنواصل الجري يا أصدقاء، أوشكنا على الوصول. نعم، نجحنا يا أصدقاء. اجتزنا عرض توازن القطط الصغيرة. نجحنا يا أصدقاء بفضلكم. هذا وقت رقصة نور، لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا. هيا يا أصدقاء، ارقصوا معي. رقص رائع يا أصدقاء. يبدو أن القطة تريد أن تعطيك طبق التوازن. أستطيع أن أوازنه. أوه، طبق آخر وآخر. هذا هو الطبق الذي ينسخ أطباق توازن أخرى. كلما حاولت أن توازن بين جميع الأطباق، يظهر لك المزيد منها. احتفظ به يا ديدي، من يدري، قد نحتاج إليه اليوم. الباب الثالث. انظري، وحش التوازن. ليس مصاداً. هيا يا أصدقاء، لنمنع معاً وحش التوازن من أن يوازن بين كل الأشياء. واو، انظروا إلى الأشياء المتوازنة. تعرفون من يعيش هنا؟ وحش التوازن، إنه يحب أن يوازن بين الأشياء، ولكن عندما يوازن بينها يحتاج إلى أخرى، ولكن إذا عثر على شيء يستمر في موازنته إلى الأبد. هذا. آسفة يا ديدي، لا يمكنني اللعب بأطباق التوازن التي تستمر. أحاول أن أفكر في شيء يمكن. انتظروا، أطباق التوازن التي تستمر في الظهور. يمكن لوحش التوازن أن يوازن بينها طول الوقت. ستظهر له المزيد من الأطباق. أيها التنين، أنت عبقري، جربها. انظروا يا أصدقائي. يا وحش التوازن، انظر إلى هذا. واو،
وعاش وحش التوازن في سعادة وهناء. هكذا أعدت كل الأشياء إلى مكانها. واو! يبدو أن هناك وحش توازن آخر في المنطقة. نجحت مهمتنا اليوم يا أصدقاء. منعنا وحش التوازن من موازنة كل الأشياء التي في العالم. أشكركم جداً. هل ما زلتم في منطقة نور؟ لنرقص رقصة أخيرة. أفضل رقصة من الرقصات. نجحنا يا أصدقاء بفضلكم أنتم. وقت رقصة نور. هيا ارقصوا لنرى أي الحركات يمكنكم أن تؤدوا. ارقصوا يا أصدقائي. تذكروا، تحركوا ولا تتوقفوا أبداً.